الرئيس التنفيذي لشركة NDV، شركة المطورة للتطبيق اللي اليوم احنا مشاركين فيه هيستو اب. مشاركتنا في هذا المؤتمر وهذه القمة العالمية وفي هذا المعرض جاءت يعني بدعم من منشآت. اولا نقدم الشكر الجزيل لمنشآت على دعمها للستارت اب. احنا اليوم نقدم واحد من المنصات المهمة جدا في عملية تحويل تشخيص الأمراض المستعصية أو الأمراض الكومبليكيتد، أنه يكون بشكل إلكتروني. اليوم احنا نشوف قدامنا المجهر الإلكتروني، المجهر لتشخيص الأمراض السرطان وأمراض الفشل العضوي. هذه الأمراض طبعاً يتم تشخيصها عن طريق الباثولوجيست المتخصصين. اليوم حولنا هذا التشخيص من طريقة تقليدية إلى طريقة إلكترونية. أيضاً فتحنا المجال للتعاون ما بين المستشفيات والعيادات بشكل عام داخل المملكة وخارج المملكة مع المختبرات الطبية، وأيضاً فتحنا التعاون ما بين المختبرات الطبية إلى مع المختصين الباثولوجيست حول المملكة وأيضاً في العالم لتسهيل عملية التشخيص لهذه الأمراض. مشاركتنا في معرض منشآت يأتي للتعريف بهذا المنتج التقني، وأيضاً لعملية التوسع إن شاء الله في المستقبل القريب داخل المملكة وأيضاً دول الخليج والدول العربية. هناك مراحل متقدمة من هذا المشروع إن شاء الله في الإكسبانشن القادم، حيكون مشمول بالذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض الآن في مرحلة البحث والتطوير في هذا الجانب، ونتوقع إن شاء الله خلال 6 أشهر القادمة أن نطلع بألغوريثمز ومجالات جديدة إن شاء الله. شكرا مرة ثانية لمنشآت على إتاحة هذه الفرصة، ونراكم على خير.